يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المذنب. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه النفحات الرمضانية من ساحة الإمام الحسين رضوان الله عليه وأرضاه. شهر رمضان شهر التكافل والتراحم، شهر النفحات القرآنية المباركة، هذا الشهر الذي يكون القلب متعلقا برب العالمين سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، أيها الحفل الكريم، في ملتقى الفكر الإسلامي في صحبة العلماء الأجلاء أصحاب الأيادي البيضاء، نجدد التحية والترحيب ونسعد بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ضيفا ورئيسا لهذه المنصة. ويسعدنا أن يكون ضيف المنصة أيضا الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية. خير ما نستهل به هذه الليلة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ الدكتور صلاح الجمل وآيات بينات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير لك، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في ملتقى الفكر الإسلامي نشهد جميعا حضورا كبيرا للعلماء، وضمن هؤلاء العلماء منصة اليوم
حيث سيلقي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كلمة بمناسبة التكافل والتراحم في رمضان، حيث يعد كنز من كنوز المعرفة في الفكر والفقه الإسلاميين. فليتفضل معالي وزير الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فبمناسبة افتتاح هذا الملتقى الإيماني يسعدني مرة أخرى أن أهنئ حضراتكم جميعا من الحاضرين والمشاهدين والمستمعين بهذا الشهر العظيم، سائلا الله عز وجل أن يكتب لنا فيه القبول وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. فهو شهر عظيم، وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن أهل العلم على أنه ما من ليلة من لياليه إلا ولله فيها فضل عظيم على عباده، وله فيها عتقاء من النار. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبين، وهو شهر إجابة الدعاء، حتى أن أهم آية في الدعاء وهي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لم تأتي فقط عقب آيات فرضية الصيام، وإنما جاءت متخللة حديث القرآن عن الصيام قبلها وبعدها، وكأنها إشارة إلى قبول دعاء الصائمين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر. وللصائم دعوة لا ترد، فما من عبد يعرض نفسه على الله بصدق 150 مرة على الأقل، هذا في الصلوات المكتوبة، ناهيك عن قيام الليل، ناهيك عن صلاة التهجد، ناهيك عن صلاة التنفل. ما من إنسان يكون صادقا مع نفسه وصادقا مع الله، يعرض نفسه بصدق على الله، وليس له من أمل إلا أن يكون من عتقائه من النار فيرده الله خائبا أبدا. لكن ذلك بشروط: إن كنت صائما حقا وقائما حقا. وهناك أسئلة ونحن في بداية الشهر، عليك أن تسأل نفسك إياها، ولا تحتاج إلى من يدلك، بل أنت دليل نفسك. هل
تسأل نفسك هذه الأسئلة كل يوم وليس مرة واحدة، كل يوم اسأل نفسك أنت هل صمت حقا؟ فتقول عن نفسك بتاء المتكلم أنت، هل صمت حقا؟ هل أنت صمت حقا؟ كيف تدرك ذلك؟ هل صمت عن الحرام ولم تطعم إلا الحلال؟ هل صمت عن الكذب؟ اسأل نفسك. هل صمت عن الغيبة؟ هل صمت عن النميمة؟ هل صمت عن الغش؟ هل صمت عن تطفيف الكيل والميزان؟ هل صمت عن عقوق الوالدين؟ هل صمت عن أذى الناس؟ إن كانت الإجابة عن كل ذلك بنعم فقد صمت وأمل القبول، أما إن كانت الإجابة غير ذلك فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فإن كنت قد صمت حقا، هل صليت حق الصلاة وأديت حقها من إقامتها ركوعا وسجودا وخشوعا؟ وأكدنا أن الصلاة صلة وأهم ما فيها الخشوع والخضوع والوقار والسكينة فيما بينك وبين الله، أو أن الإنسان والعياذ بالله قام منافقا ومرائيا. ومن هنا نؤكد على كل زملائنا من الأئمة والمصلين، أخلصوا النية لله عز وجل في قيامكم في دعائكم، ولا يليق أبدا أن نخرج بالصلاة من كونها عبادة إلى أي شيء آخر. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، في أعوام سبقت حاولت بعض الجماعات أن خرجت، بل لم تحاول، خرجت بالعبادة عن روحها وخرجت بها إلى ما ليس منها، فوجدنا من يجلس يدعو 40 دقيقة أو 50 دقيقة، وبعضهم يخل بوقار وسكينة الصلاة إلى مشهد ربما يعني نقول إنه في شيء من المبالغة على أقل تقدير ومع أحسن الألفاظ تحفظا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض أصحابه يبالغ في حركة يده فقط في الصلاة قال أيها ما قال لأصحابه: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس، كزيول الخيل الجامحة، اسكنوا في صلاتكم. ولما وجد بعضهم يشتط في الدعاء وكأنه يعني كما يفعل بعض الناس وتجد يهتز يمينا ويهتج وهكذا، قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع بصير. وهذا معنى الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، لا يحتاج أن تشتط ولا أن تبالغ. وهنا معاني: وإذا سألك عبادي عني، كل آيات السؤال في القرآن الكريم جاءت الإجابة فيها بقول: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن المحيض قل هو أذن، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف. جميع الآيات إلا آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، فحتى في هذه عبادي ليسوا في حاجة إلى حتى واسطة التبليغ، فأنا أقول لهم بنفسي فإني قريب، أجيب دعوة الداعي
إذا دعان بضوابط الدعاء، وأولها أكل الحلال، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلو أنك أكلت الحلال ولم تعائي ولم تنافق بعبادتك، بل إن سيدنا عمر بن الخطاب عندما وجد رجلا يشتط ويبالغ ويتماوت ويتظاهر بخشوع ليس فيه، قال له: يا أخي لا تمت علينا ديننا، أماتك الله، من أبدى فوق ما في قلبه فهو منافق. فإذا أنت أديت حق الصلاة وحق الصيام ثم عرضت نفسك على الله 150 مرة، لا نظن أن الله الكريم يرد عبدا جاءه مخلصا يعرض نفسه عليه صباح مساء راجيا تائبا نائبا، لأن الله عظيم. وإذا كان قد قال: يا قل يا عبادي الذين أسعفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إذا كان قال هذا للذين أسعفوا على أنفسهم، فما بالك بعباده التائبين النائبين الراكعين الساجدين الذين لم يضعوا نصب أعينهم إلا مرضاته. أما الذين يخرجون بالعبادة إلى مراءاة الناس أو مخادعتهم أو التكسب بالتغني بالأصوات، ولذا حديث القرآن إن من إجلال ولذا فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه وذي السلطان المقصد. من أقبل بهذه النية فأمله ورجاؤه كبير. ثم إنني أؤكد على أمور: بعض الناس يحصر العبادة في إقامة الشعائر فقط، فيظن أن العبادة في الصلاة فقط وفي الصيام فقط. صحيح، هذه الشعائر، العبادة جزء من العبادة شعائر، لكن إتقان العمل عبادة، وأداء الأمانة عبادة، والتكافل عبادة، والتراحم عبادة. فالعبادة لها 3 معان: معنى شديد الخصوصية وهو إقامة الشعائر، ومعنى أوسع وهو جميع أنواع الطاعات التي يبتغى بها وجه الله، ومعنى أشد سعة وهو عمارة الكون وصناعة الحياة. فطالما أن حركاتك وسكناتك تنضبط بمرضات الله فأنت في عبادة. ومن هنا أكدنا بعض الناس كان يظن مثلا أن من يصلي بجزء كامل هو المؤمن التقي النقي وهو الذي يصيب السنة، ومن لا يصلي بذلك. جاء سيدنا عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الحديث رواه 5 وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، والضعيف أمير الركب. ومن هنا نحن نقبل التنوع، فمن صلى بجزء لا حرج عليه طالما لم يدعي أنه السنة وغيره ليس سنة. نقول له: على الإطلاق لم يؤصر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أو أنه واظب على صلاة القيام بجزء، ولا يوجد حديث نبوي واحد ولا نص قرآني واحد حدد صلاة القيام بجزء. وأنا أتساءل عن من جاء بجزء، يعني سوى أنه ربما اجتهد أن يسمع الناس القرآن ولو مضة في رمضان. وحتى من قالوا بذلك قالوا يسمعهم في الفجر والعشاء والمغرب، ولكن ومع ذلك نؤكد: الصلاة بجزء ليست هي السنة، الصلاة بجزء أؤكد. ومن كان لديه حديث واحد
من قول أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فليقوله لنا، إن النبي قال هذه السنة أو واضح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة القيامة في جماعة، فصلى الناس بصلاته، فصلى بهم في اليوم الثاني فكسروا عليه، فلما وجد كسرتهم في اليوم الثالث لم يخرج وصلى في بيته، وقال خشيت أن تفرض عليكم، وكان الناس يصلون فرادا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب. وهذا أمر حسن لا بأس به، لكن أن تفرض على الناس نمطا محددا وتدعي أن هذا هو الإسلام وما عداه ليس دينا، هذا عين الابتداع. ولكن نقول من أراد أن يصلي بما تيسر فلا حرج، ومن صلى بجزء أو يزيد أو ينقص فلا حرج، المهم إخلاص النية وأن تتحول العبادة إلى سلوك. الإنسان الذي يتظاهر بالعبادة ولا يكون لديه من القيم والأخلاق والصدق والوفاء ما يتسق مع تعبده هو صاد عن دين الله منفر منه. الناس يقولون هذا الرجل الذي إذا كان من يصلون ومن يصومون إذا كان هذا حالهم فكيف نثق في تدينهم، ثم ينتقل هذا التزعزع من الثقة فيهم إلى إلقاء ذلك على التدين نفسه والتدين منهم ومن أفعالهم براء. ومن هنا نؤكد أنه العبادة ما لم تترجم إلى سلوك واقعي في حياة الناس تأتي يوم القيامة شاهدة لهم لا عليهم. فالجانب الأول إخلاص النية. وأنا الحقيقة كنت أتساءل مع أحد الناس دون أسماء، وكان الدكتور خالد معي، فهو بيجتهد يقول أنا أجتهد في الدعاء، فسألته هل تدعو بهذا الدعاء الذي تجتهد فيه علنا أمام شاشات التلفاز وأمام المذياع في سرك فيما بينك وبين الله؟ كان صادقا وكان مؤدبا وحييا، قال إن تذكرت، أي أن الإنسان مع أنه لا يمكن أن ينسى مرة واحدة وهو أمام التلفاز وهو أمام المذياع وهو أمام الشاشات وهو أمام الناس، ماذا تقول لي إن كان لا ينسى مرة واحدة أمام الناس أو أمام وسائل الإعلام، ثم إذا كان ما بينه وبين نفسه يقول إن تذكرت؟ لو كان الإنسان صادقا لما اختلف سره عن علنه. وعلى كل إنسان أن يسأل نفسه إن كان سره أفضل من علنه فهذا علامة الإخلاص، وإن كان علنه في شيء وسره في شيء آخر فليحذر من سوء عاقبة النفاق والمنافقين. الحقيقة نحن أطلقنا مبادرة هامة، رمضان شهر التكافل ومكارم الأخلاق، نريد أن نعمق المعاني والقيم الأخلاقية والتكافل والتراحم. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، فهذا المعنى أكثر تأكيدا في هذا الشهر الكريم. هذا شهر الإكرام وشهر الجود وشهر الكرم والسخاء والبر والصلة، وهذا ما نؤكد عليه في ملتقيات فكرية ربما تتجاوز 30,000 ملتقى طوال الشهر الكريم، حيث نعقد بالاشتراك مع الأزهر الشريف 1,000 ملتقى يومي على مدار 12 يوما ب12,000 ملتقى، إضافة إلى مساجد الأوقاف التي تزيد على 20,000 ملتقى، بما يعني تنفيذ أكثر من 30,000 ملتقى حول مكارم الأخلاق وتحويل معنى التكافل إلى سلوك، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. وكل عام وحضراتكم جميعا بكل خير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا معالي الوزير محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على إضاحة هذه الكنوز من الفقه الإسلامي. وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، فكان التكافل والتراحم ومكارم الأخلاق عنوانا ساطعا للحياة التي يتمناها المجتمع الإسلامي والعربي. الكلمة الآن لمعالي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنني أود في بداية هذه الكلمة أن أتوجه بتهنئة صادقة وخالصة لكم وللمسلمين في كل مكان بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى بلدنا وعلى أمتنا وعلى الإنسانية كلها بالخير والبركات والسلام والنصر والأمان. وفي واقع الأمر فإن جلوسنا في هذا المكان تحفه بركات الزمان ونفحات المكان، فنحن نجلس في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين، هذا المسجد المبارك الذي يفد إليه المصريون والمسلمون من كل بقاع الدنيا لينعموا ببركات سيدنا ومولانا الإمام الحسين. وكذلك أيضاً يتصادف هذا التقديس وهذه البركات التي تملأ المكان تتعانق مع بركات الزمان، فنحن في واقع الأمر تحفنا البركات زماناً ومكاناً، وهو أمر يستحق منا أن نقف عنده كثيراً، خاصة وأن شهر رمضان هو شهر الخير وشهر البركات وشهر النفحات. والواقع أن ما تحدث به معالي الوزير قد وفى المطلوب في هذه الليلة، ولكنني أود أن أستكمل أو أن أكمل ما قاله فضيلته من هذا العلم الوافر ومن هذه النظرات الفقهية الدقيقة التي تدل على استنارة وعلى حسن فهم للدين وللإسلام. أود أن أحلق حول ما قاله فضيلته من بعض النقاط التي ولدتها هذه الكلمة والتي أثارتها في ذهني، وكنت أسجل بعض النقاط منها حتى أستطيع أن أتكلم فيها. وأول هذه الأمور أن شهر رمضان يرتبط بخصائص، وأن فريضة الصوم ترتبط بخصائص، يجب علينا أن نعي هذه الخصائص وأن نحرص عليها حتى نؤدي الفريضة لله أداء صادقا خالصا، وحتى يكون فهمنا للدين وللعبادة من خلال الصوم فهماً صحيحاً يعلمنا كيف نتعامل مع أمور الدين بالتيسير وبالتراحم وبالتكافل، حتى لا يكون أداء العبادات مجرد عمل مادي جامد لا يتطرق إلى الحياة ولا ينظم سلوك الإنسان ولا يسبغ حياتنا بالرحمة والمودة والتكافل الذي يريده الإسلام. أول أمر أن الله تبارك وتعالى قد ربط بين الصوم وبين التيسير، والتيسير مبدأ إسلامي كان منطلقه من فريضة الصيام. فالله عز وجل حين تكلم عن فريضة الصيام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هنا نجد
أن الله تبارك وتعالى قد تحدث عن الصوم كفريضة انطلاقا من مبدأ العزيمة، ثم في نفس الوقت قرن هذه العزيمة بالترخيص للمرضى وأصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الصوم، وكان هذا الربط دليلا على أن أحكام الله مبنية على الرفق والتيسير، وأن الفهم الصحيح للدين يجب أن يربط بين هذين الأمرين. فإذا كانت العزائم مطلوبة للشارع فإن هذه العزائم مقرونة في نفس الوقت بالتيسير والرفق والتراحم الذي يجسد مبدأ التيسير في كل أنواع العبادات وكل أنواع التكليفات. ولأن الله عز وجل أرحم بعباده من أن يجمع عليهم شدتين، شدة التكليف بما هو مطلوب منهم، وشدة السفر أو الألم الذي يجره المرض على الشخص. فإذا حدث المرض يعفي الله تبارك وتعالى أو يخفف عن المكلف ما كلفه به. ولذلك كان ارتباط الصوم بمبدأ التيسير الذي تعدى من الصوم إلى كافة التكليفات الشرعية ملحظ يجب أن نتنبه له، وأن أداء العبادة الصحيح يجب أن يقترن بهذين الأمرين حتى لا يسرف الناس على أنفسهم، وحتى لا يبالغوا في أداء العبادات على حساب صحتهم وعلى حساب راحتهم. فالله تبارك وتعالى أرحم بعباده من أن يعذبهم بالتكليف وهم في حالة المرض أو في حالات الشدة التي تقتضي مثل هذا التخفيف. الأمر الثاني أن الصوم يرتبط بالدعاء، وهذا أمر واضح في ثنايا الآيات القرآنية التي تتحدث عن الصيام، حيث تحدث الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عن الصيام وعن التيسير فيه في حالتي السفر والمرض والأعذار التي لا يستطيع الإنسان أن يؤدي فيها الفريضة أو يؤديها بمشقة لا يحتملها. نجد أن الله تبارك وتعالى في ثنايا هذه الآيات يتكلم عن الدعاء، وأن الله تعالى سبحانه وتعالى قريب ممن يدعوه، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الحديث عن الدعاء في ثنايا الحديث عن الصوم يدل على أن الدعاء من ضمن الشعائر التي يجب أن يحرص عليها الناس في شهر رمضان. ولذلك نجد الأئمة والدعاة والوعاظ في كل مكان وفي كل مسجد وفي كل مكان يطيعون فيه الله ورسوله في شهر رمضان يكثرون من الدعاء. ولكن الأمر بالدعاء لا يجوز أن ينسينا مبدأ التيسير في العبادة، لأنني في واقع الأمر ألاحظ أن ثمة تفريطاً أو إفراطاً في الدعاء من بعض الناس، وذلك حين يطيلون الدعاء لمدة قد تطول إلى الساعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أدب الدعاء، وذلك في أكثر من مناسبة من المناسبات التي يستحب فيها هذا الدعاء أو يسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ليلة القدر مثلاً، وكما في ليلة النصف من شهر شعبان، حيث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب الدعاء المختصر، وذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا، في قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي ليلة القدر حين سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عما يستحب في ليلة القدر إذا شهدتها، قال لها: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء المختصر يجمع بين خير الدين والدنيا، وهو يختصر في نظري كل ما يريد الدعاة أن يقولوه من تلك الأمور التفصيلية التي تتطرق إلى نعيم الدنيا وإلى مطلوباتها، مثل ذلك الدعاء الذي نسمعه من أن يمن الله على بنات المسلمين بالزواج وأن يرزقهم بالذرية الصالحة وغير ذلك مما تحتويه أشرطة الدعاء. إن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة،
وإذا كان الصوم مقترنا بالتيسير فإن الدعاء عبادة يجب أن تكون مقترنة بالتيسير والتخفيف على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أرحم بعبده وأعلم بحاله مما يريد أن يدعوه به، فالله عز وجل يخاطب يعلم ما في القلوب ويعلم ما في الناس، ولذلك فإن العبد حسبه أن يخفف عن نفسه ويكون مختصراً في دعائه، وأن لا يطيل هذا الدعاء وأن يكثر من العبادة. كذلك أيضاً ينتهي الصوم بأمر في قول الله تبارك وتعالى، الحديث عن الصوم ينتهي بقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا القول الكريم يدل على أن ثمرة الصوم يجب أن تثمر في المعاملة بين الناس، وأن الإنسان إذا صام يجب أن يكون أميناً في معاملته، وأن يكون أميناً في قوله، وأن يكون أميناً في تصرفه، وأن لا يبخث الناس أشياءهم، وأن لا يغش، وأن لا يخون. فذلك كله من ثمرات الصيام التي يجب أن يتعود عليها الإنسان وأن يلتزم بها، لأنه لا ثمرة لعبادة لا تثمر في سلوك الإنسان. إن الله تبارك وتعالى ما شرع العبادة إلا ليستقيم سلوك الناس وليتراحموا بينهم وليعلموا أن الله عز وجل إنما يريد بهذه العبادات أن تعود ثمرتها على الناس في التعامل وفي المعاش وفي السعي في مناكب الأرض إخلاصاً وعملاً وإنتاجاً وتراحماً وتكافلاً. ولعل ذلك من بعض نفحات هذا الشهر الكريم، أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله فرصة لنا لنتراحم فيما بيننا، وليكون هذا الشهر الكريم فرصة لغفران ما سبق من ذنوبنا، وأن يحفظ علينا بلادنا وأوطاننا، وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكراً الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على هذه الإضافات الطيبة التي من شأنها أن ترفع خلق الإسلام والمسلمين في هذه الأيام الطيبة المباركة. الآن مع القارئ والمبتهل ضياء الناظر، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رمضان يا شهر الفضائل والغنى والعفو فيك من الإله يضمنا جنة أبوابها جنات ربي فتحت أبوابها للصائمين القائمين ومن دنا وما له أمن المؤمنين صيامه.
يا شهر قرآن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليك، يا شهر قرآن الحبيب المصطفى بالبر والإحسان تمضي بيننا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا أكرم الأكرمين، واحفظ مصرنا وجيشنا ورجال أمننا بفضلك يا أكرم الأكرمين يا رب. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام. شكرا القارئ والمبتهل ضياء الناظر، وشكرا لحضور هذه الليلة الكريمة، ونشكر في ختامها معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية، ولا ننسى الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الجمل الذي أمتعنا بآيات بينات كريمات في بداية هذه الليلة، ونحن في رحاب سيدنا الحسين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر المرء كلمات كثيرة في نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونختتم بهذه الأبيات: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى اللقاء وليلة قادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الوزير.